حياكم الله شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم طيبة. اليوم ويانا تطبيق تيجو، راح نشرح هذا التطبيق كيفية انشاء الحساب وبعض المميزات الموجودة داخل هذا التطبيق. ما رايد منك شي سوى الاشتراك في القناة ولايك للفيديو من اجل دعمنا ومن اجل تستفاد من الفيديوهات القادمة. هذه القناة تم انشائها من اجل استفادة الجميع. خلونا نبدأ بشرح التطبيق. أول شيء رابط التطبيق راح تلقونه بالوصف، والتطبيق متوفر على السوق بلاي. نقوم بالنقر على تطبيق تيجو، ننتظر على ما يتم تحويل. عندنا هذه الواجهة الرئيسية للتطبيق اللي هي تسجيل الدخول عن طريق الفيسبوك عن طريق جوجل، وهنا يقول لك المزيد من الخيارات عن طريق الإيميل وعن طريق تويتر. أنا أنصح الكل أنه يسجل عن طريق جوجل، لأن تسجيل الدخول عن طريق جوجل بسيط جدا وما يحتاج تعقيد أو وصول كود أو ما أعرف كود، يعني طريقة بسيطة جدا. نقوم بالضغط على جوجل، ننتظر على ما يتم تحميل الواجهة. هنا يقول لك اختيار حساب لمتابعة باستخدام تيكو، اختر احد الحسابات. نقوم باختيار اي حساب عندنا. حاليا تم اختيار الايميل. هنا يقول لك حدد الجنس، نقوم بتحديده من خلال الذكر، من ثم نضغط على التالي. هنا اليوزر اسم المستخدم، تريد تخليه نفسيته، تريد توضع اسم مستخدم مثل اي اسم مستخدم كاسم مستخدم الانستا مالتك او الفيس او التليجرام او اسم مستخدم جديد، انت هذا حر باختياره. هنا تاريخ الميلاد، نقوم باختيار تاريخ الميلاد. ونضغط على التالي. هنا تقدر تخلي صورة شخصية، ظهرت لنا هذه الواجهة الرئيسية للتطبيق. هنا بداية مجانية مثل ما جاي يشوفون حاليا، هنا بداية اللي هي بداية الاتصال، يعني يقدر يختار لك اتصال بأي أي شخص. هنا مقاطع الفيديو أو البث المباشر للفيديو، تقدر تسوي بث مباشر فيديوي. وهنا الدردشة، حاليا مثل ما جاي تشوفون اجانا اتصال فراح نلطي الغاء. هنا الدردشة الخاصة في التطبيق، ابدأ المحادثة والزائري للملف الشخصي، وهنا الملف الشخصي الخاص في التطبيق. هذه هي المكافآت اليومية من خلال تسجيل الدخول. وهنا أحصل على الكوينز، تقدر تحصل على الكوينز من خلال الشراء الكوينزات عن أي وسيلة دفع خاصة بك تقدر تشتريها. وهنا المكافأة اليومية اللي مكافأة تسجيل الدخول أو مكافآت أخرى، تسجيل الدخول أو إنهاء المهام، تقدر تنهي مهام وتحصل على كوينزات. هنا المستوى، يعني مستواك بالتقدم. وهنا دعوة الأصدقاء لتحصل على المكافأة، وهنا ربط رمز الدعوة. وهنا إعدادات التطبيق، إعدادات التطبيق مثل إعدادات الحساب من خلال إنشاء كلمة مرور أو حذف الحساب نهائيا، تقدر تحذف الحساب نهائيا من خلال الضغط هنا. التطبيق جدا حلو وتطبيق ممتع، أنصحكم تحملونه وتستفادون من عنده. مع تحياتي للجميع.